هذا البرنامج بدعم من الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن. يعني شو بقولوا خطير الكبار احنا نصدقكم. مع كل متعوس متعوس وحط على راسه 100 فانوس، يعني الفاشل ضل فاشل ما يسويش شيء. شو رايكم؟ هذا مثالنا لليوم. احنا موجودين في نابلس بجامعة النجاح، نشوف الطلاب شو بيقولوا، مين متعوس ومين منحوس، مع ان انا متعوس مبين علي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كيف حالك؟ الحمد لله. ليش قاعد بالفيات؟ والله بنطلع على اللي رايح واللي جاي. خايف على البياض يعني مثلا؟ لا مش على البياض. المتعوس متعوس لو حطه على راسه 100 فانوس. والله تقريبا 80% مثل بزبط. لا بعد ما قعدنا ولا حاول هيك تحرجوني يعني هيك تكسفوني وانا قعدت ورا الحزب. صار صغير يلا صار صغير. يا عمي انا متعوس. ضل فيش الحق فيه خلص. خلص فهمت ان انا متعوس. شو رايك بهذا المثل؟ مثل واقعي. واقعي. في اخرى مثل معاه برضه اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. شو رايك بهذا المثل؟ شو يعني شو افهم منه انا؟ يعني انت وحظك. انت متعوس؟ بعض الامور او بعض الامور لا. المتعوس متعوس لو حط على راسه 100 فانوس. عرفنا على اسمك لازم. اسمي الرباعي ولا الثلاثي؟ الرباعي. الرباعي اسمي فادي. هسا المتعوس متعوس 100%. لو حطه على راسه 1000 ريشة. 1000 فانوس خاص الريشة يا زلمة. وهي اللي بنحط على الراس شيء. يعني المثل صفه صحيح ولا خاطئ؟ بين الصحيح وبين الخاطئ يعني في شيء منه صح وفي شيء منه خطأ. مرحبا صبايا. والله متعوس، والله إني أنا متعوس. يعني بجي بسألهم بكسفوني، بقول لك المتعوس متعوس يعني ولا حط على راسه 100 فانوس، 100 ميكروفون، 100 مش حرام. مظبوط كمل طلع الكاميرا أنت بس. أوجه. يعني الواحد لما يتصير معاه شغلة ما تزبطش من أول مرة يرد عيدها مرة وثنتين وثلاثة وعشرة خلاص المتعوس متعوس. فهذا مثل يعني شو بيعطيك انطباع إنه يعني بحبطني ولا بيعطيني قوة؟ لا أكيد بحبط. يشتغل في حياته يعني ما يستسلم. ما يستسلم لا يعني خلي عنده أمل إن الله على كل شيء قدير. نعم والمثل صح ولا غلط يعني؟ لا صحيح. مع أن أنا متعوس مبين علي. لا غلط المثل متعوس. لا غلط. لسه يعني لازم احاول واوصل يعني للي بدي اياه. يعني اذا اللي ما له حظ زي ما بيقولوها لا يتعب ولا يشقى. شو رايك انت في هيك اقوال؟ هاي اقوال محبطه يعني انه محبطه بالضبط. لا الواحد لازم يسعى يعني حتى لو فشل انه الفشل هي تجربه للنجاح القادم. مثل طيب مثل يعني بالنهايه يعني مش فرض يعني مش فرض واجب بالنهايه. خلص مثل مقول ان قالت يعني مش فرض انها تكون حقيقيه. يعني لازم انت عكس هذا المثل. لو اني مش عكس هذا المثل بكونش محلي هان 100%. يعني هذا المثل شو بفهمك انا؟ اذا انت فاشل خليك فاشل ما تتطورش. إيه طبعا هيك المثل بيوح، لكن هذا الحكي خاطئ ما بصير طبعا. لا لازم نثابر، لازم نجتهد، لازم نعمل كل إشي يعني صح في يعني زي ما احنا حكينا انه إيه انا بصنع حياتي مش حدا. والله انا شايف حالي نص على نص، مره بتزبط ومره لا. بس بتقاوم. بقاوم فيها. بالعكس نبحث عن امثال يعني بتحث على المثابره على العمل على التعلم من الخطا. اجرب واحاول مره اخرى وانهز من جديد. معناته انت ما بتمشي على المثل. صح هذا هو. طيب والانسان الذكي هو ما بعيد خطأه وبثابر وبيشتغل على شيء جديد. بالاخر انت بتصنع واقعك وقدرك بمشيئه الله. يعني طبعا لما تاخذ بالاسباب هذا الحكي. ولك تعالى اقول لك انت بتصنع حياتك معي. خلاص ولا زعلك حبيبي قلبي. يلا والله العظيم كلامك صح. شكرا لك. اهلا. والله كلامك 100%. الله يسلمك. واللي بيقول عنك متعوس اقسم بالله ده فجره. اخرناك الحق التاكسيات على جنين بسرعه. يلا عرق. اخر راكب جنين. اخر راكب جنين. اخر راكب خذوه. ايوه. لا كل واحد هو حاله يعني. اذا الناس تحكي عنه متعوس هم يعني ما يعطيش اهتمام. يحاول. بالضبط. ما يعني ايش كمان؟ اخرتها بتهون. اخرتها بتهون.
والله العظيم انه لازم احنا نكون مثابرين، اقسم بالله هذا اللي بيحبطني، اقسم لدمسك واغف من انا ادعس عليه والله العظيم. خلصنا حلقتنا لليوم، والمتعوس متعوس لو حطها راسه 100 فانوس، هذا الكلام غلط. اذا انت متعوس ثابر واجتهد واشتغل، وبكفي يا جماعه ضلكم هيك، واحد فيكم كفي نوم، اشتغلوا. باي. معقول المتعوس متعوس؟ يعني فاشل ضل فاشل.